اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب طبعا بكابتن كريم عبد الرحمن المدرب العام لقطاع الرجال للجمباز بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك كابتن هيثم، منورنا سعيد. والف مليون مبروك على بطوله الجمهوريه. الحمد لله رب العالمين، وسعيد ان انا بلتقي مع حضرتك للمره الثانيه، وان شاء الله نلتقي دايما في الانجازات. طبعا طبعا ان شاء الله. برحب بكابتن او لعيب النادي الاهلي واحد طبعا النجوم اللي كانت في بطوله الجمهوريه، واللي نجح ياخد ميداليتين ذهب، ميداليه مع فرقته وميداليه هو على الفردي على مستوى حصان القفز، يحيى عصام لاعب النادي الاهلي. اهلا بيك يا يحيى. اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا. ده بنور حضرتك، اتشرفت بحضرتك جدا. حاجه يعني في حضرتك جميله جدا جدا، ربنا يخلي حضرتك. كابتن كريم اجي لك، يمكن اكيد الفوز بذهبيه الرجال في بطوله الجمهوريه انجاز كبير، خاصه على السنه الثانيه للتوالي. اكيد طبعا ما جاش من صدفه، جه نتيجه تخطيط وشغل. الحمد لله. اتكلمنا عن البطوله والمنافسات وازاي استعديتوا لها. احنا بنستعد للبطوله من اول ما البطوله بتاعت السنه اللي خلصت. فعلا ما شاء الله. يعني يعني مثلا السنه دي احنا خلصنا البطوله يوم الجمعه 6-1، نزلنا التمرين يوم الثلاث 10-1. مفيش راحه. لا احنا بناخد الراحه بتاعتنا بتبقى راحه ايجابيه. بنشتغل بيزكس، بنشتغل فيزيكال بريبريشن، اعداد بدني خفيف، بنأهل الجسم ان هو في حاله نشاط دائم ومستمر عشان الدنيا ما تنامش، عشان بنعمل حساب الظروف اللي هتبقى القهريه اللي هنقعد فيها. زي امتحانات لاعب غصب عنك، فمش هيجي، فمش هطول في اي اجازه بالنسبه لفريق الدرجه الاولى. احنا من بعد ما خلصنا السنه اللي فاتت الحمد لله، والولاد نفسهم اللعيبه حاسين بالمسؤوليه، وكانوا عارفين ان في خبير اجنبي جاي، فعايزين يظهروا قدامه حتى بالصوره اللائقه اللي تقول ان احنا عندنا جمباز كويس. اللعيبه من بعد البطوله السنه اللي فاتت بعد ما انتهت فتره الامتحانات على طول، اعلى مجهود بيبذل بشوفه. بيشتغلوا ولو ما حدش موجود معاهم في الملعب هيشتغلوا. غير ان احنا حصل حاجه ظريفه، احد ابناء النادي اللي هم سنه قريب من سن الولاد مدرب فريق الدرجه الاولى، وده لازم اشكره طبعا ونذكره، كابتن عمر عريضه. كابتن كان لاعب هايل من لعيبه النادي الاهلي في اجيال سابقه، بس هو مش كبير قوي، هو سنه 25 26 قريب. قريب يعني من سن الولاد يعني. ويحيى كام؟ يحيى كام سنه؟ انا 21 سنه. 21 قريب. الولد يعني عمر عريضه مدرب هايل، بذل مجهود رائع مع اللاعبين ما شاء الله، خاض معاهم فتره اعداد رائعه. بعض الاحيان يستعين بخبرتي في ان انا كنت ماسك الفريق في الاول، واحيانا كتيره كنت بحب اطلق ايده مع الولاد، عامل صداقه كويسه جدا مع الولاد، لاممهم كاسره واحده. دي احد اهم اسباب النجاح، ان احنا اسره واحده، ما بتعملش ان في واحد. عمر اول سنه يبقى معاكوا او مدرب؟ عمر لا، عمر مدرب ماسك فرق تانية، بس اول سنه ما يبقى مع الدرجه الاولى. اول سنه مع الدرجه الاولى بس بصراحه يعني، بس دي ثقه كبيره جدا منكم انتوا. لعيب هايل، مدرب اثبت كفاءه في فرق قبل كده، حافظ الاولاد كويس، اصحابه، مدرب عنده نبته كويسه ان هو يبقى مدرب على مستوى عالي. فاحنا مش بنغامر، احنا بنبقى شايفين رؤيه كويسه في المدرب اللي قدامنا. فالحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى دكتور محمد فؤاد وانا ناقشنا ان هو انسب واحد يمسك المرحله دي. كنا محاوطين عليه في الاول لان الولد ما شاء الله يعني منطلق بالولاد كويس قوي ما شاء الله يعني، في ظل تخطيط مشترك. ولما جه الراجل الاجنبي اثنى عليه كمان ثناء كويس جدا ان هو ما شاء الله، وكان لاعب كان لاعب على مستوى عالي يعني. يعني اختيار موفق، وانتم بتجنوا ثمار الاختيار. طب الحمد لله رب العالمين، احنا بطل الجمهوريه الموسم الثاني على التوالي الحمد لله في ظل منافسه شرسه. لا كانت منافسه شرسه جدا السنه دي. ما انا عايز اعرف بقى من يحيى، يعني السنه دي انت كلاعب، يعني طبعا كابتن كريم اكيد رؤيته كفنيه بتبقى كهليكوبتر فيو، بس انا بتكلم على انت بقى كراجل في الملعب. لعبت الموسم اللي لعبت الجمهوريه اللي فاتت؟ لعبت الجمهوريه اللي فاتت بس كان عندي اصابه. فانا نزلت في الفردي ساعتها مش في الفريق، يعني انا كنت اتصبت في رقبتي، قعدت حوالي 5 شهور في البيت ما بتمرنش خالص. فنزلت البطوله الجمهوريه اللي فاتت بالظبط عشان ما بعيدش عن البطولات يعني. وطبعا من بعد البطوله على طول ابتدينا شغل يعني، انا من اول ما نزلت الملعب واحنا شغالين طبعا كابتن كريم وكابتن عمر معانا على طول. وطبعا المنافسه السنه دي كانت صعبه جدا يعني. ليه بقى كانت صعبه؟ ليه بقى السنه دي؟ كل النوادي كانت ما شاء الله شد حيلها، زائد الناس اللي طالعين لهم من الناشئين لعيبه على اعلى مستوى. زي مين يعني؟ قول لي انديه كده. نادي الصيد طبعا، ونادي المؤسسة العسكرية، ونادي سموحة. يعني هو كان الترتيب بتاع السنة دي كان النادي الأهلي أول، نادي الصيد تاني، ونادي سموحة تالت، ومؤسسة العسكرية رابع. بس الفروق قريبة. فروق قريبة. يعني احنا كنا حتى وصلنا للجهاز الرابع أصلا كنا
خسرانين فرق 6 درجات. ده وصلنا للرابع كده، خلصنا الرابع بقينا فرق درجه بيننا وبين نادي الصيد. طب الخامس بعد جاز الخامس فرقنا ب5 درجات. طب السادس بقى لما خدنا السادس كسبنا فرق 6 درجات الحمد لله. يعني 6 درجات. وانا شايف ان برضو يعني مش الفرق الكبير قوي، يعني قصدي اقول ان حتى فوزنا ده يدل على منافسه شرسه جامده جدا، وانتوا كنتوا واضح ان انتوا كنتوا في فورمه كلكم ما شاء الله. ما انت مش هتبقى لعيب لوحدك ده في الفرقه. طبعا الفرقه كلها على اعلى مستوى، كلكم في فورمه كويسه طبعا. حتى اللعيبه اللي بتكون يعني اللي مثلا ما حلفهمش الحظ ان هم يبقوا في الفرقه هم على اعلى مستوى برضو. يعني كل اللعيبه مثلا لو احنا 10 لعيبه كل لعيبه بنتنافس لحد اخر اسبوع مين في الفرقه ومين مش هيحالف الحظ. للعب 6 لان كلنا للعب الجمهوريه 6 خمس لعيبه. خمس لعيبه، الخمسه اللي ما لعبوش انت شايف ان هم زي الخمسه اللي لعبوا بالظبط. يعني حتى كان في اللاعب عبد الرحمن رضا هو لاعب المنتخب حاليا، بس هو حصل له اصابه قبل البطوله باسبوع وكان مضطر يعمل عمليه، دخل مكانه حد في الفريق وكسبنا برضو لان اللعيبه كلها على اعلى مستوى. اصاباتكم صعبه قوي، ده حقيقه فعلا. كومباس بامانه انا بشفق عليكم، اصابات كلها ايه بقى بعد الشر عليك يعني وعلى السامعين كلهم وعلى كل ولادنا. اصابات بعمليات، اصابات راح 5 6 شهور وعلاج طبيعي، بتبقى اصابات لان انتوا بتتعرضوا لاحمال بدنيه وحركات عنيفه جدا. دي حقيقه فعلا. طب انت اصابتك ايه الاخبار؟ الدنيا حلوه؟ لا الحمد لله تمام الحمد لله. يعني خلصت منها خلاص الحمد لله. مخلي عقبالك كويس. طيب اللي كان اتكلمت على مستوى الفريق خلاص. طب الفردي بقى، انت بتلعب على 6 اجهزه اللي عرفته من الدكتور محمد قبل الهوا، بتلعب ما شاء الله، الله اكبر ربنا يحفظك، على 6 اجهزه، بس انت متميز قوي في حصان القفز صح؟ دي حقيقه. اخترته بناء على كلام مع الجهاز الفني ولا انت اللي حاسس ان انت لا انا عايز العب الجهاز ده؟ هو طبعا دي بتبقى رؤيه المدربين في الاول وفي الاخر، بس انا من وانا صغير يعني من في قطاع الناشئين كنت ابتديت ان انا اكسب ميداليات عليه، فطبعا المدربين كانوا برضو دايسين معايا فيه في حصان القفز وفي الارضي برضو، بس يعني انا يعني اللي بيجيب عليه ميداليات اكتر حصان القفز. ساعات المتوازي يعني في قطاع الناشئين جبت عليه ميداليتين، جبت ميداليه ذهب قبل كده وميداليه برونز، بس يعني دلوقتي نص نص، بس الاكثر حاليا حصان القفز والارضي. طب انت حصان القفز ده انا اللي اعرف في البطولات العالميه انت بتخش جهاز واحد صح ولا يعني في البطولات العالميه انت بتخش على جهاز واحد؟ في كاس العالم، بطوله العالم حاجه وكاس العالم حاجه عندنا. طيب معلش فكرني بالفرق كده يا كابتن. بطوله العالم هي البطوله الرسميه اللي الاتحاد الدولي بيعملها لتصنيف اللاعبين والتاهل لبطولات الاولمبيات والكلام ده. كاس العالم هو كؤوس بتتلعب، بتروح تلعب جهاز فردي، تلعب جهاز او اتنين، انت بتنافس على ميداليه الجهاز فقط. جهاز فقط. بطوله العالم ممكن تنافس على الفريق وعلى الفرد العام وعلى فرد الاجهزه. يبقى بطوله الجمهوريه اقرب ما يكون لبطوله العالم. قريبه منها بطوله العالم. صح. في اوقات سابقه كنا بنعمل بطوله الجمهوريه على 2 و3. طب كؤوس العالم بتبقى مؤهله الاولمبيات او حاجه ولا كؤوس العالم؟ لو بتجمع بطوله عن طريق كؤوس العالم انت بتعمل بيحصل لك رانكينج. رانكينج. بياخدوا التوب في الرانكينج ويتاهل دايركت للاولمبيكس. توب كام؟ اول؟ اول واحد في الرانكينج، او ساعات لو مثلا لو هو متاهل ليها حسبه. لو هو متاهل مع فرقته اوريدي فبياخدوا اللي بعديه، ولو اللي بعديه متاهل مع فرقته اوريدي بياخدوا اللي بعديه. فالرانكينج مهم قوي. يعني انت عندك تو ويز ان انت تتاهل للاولمبياد. يا اما بتخش بطولات العالم وتجيب رانك فيها كويس. بالظبط. يا اما تخش في كؤوس العالم وتجيب رانك كويس، فانت بالزبط. عندك يعني طريقين ممكن تخش بيهم. ده احنا بنحاول نجهز فيه لاعبتنا الفتره الجايه ان شاء الله، ان ما كانش على الشورت ران على باريس تبقى في اللي بعديها، خصوصا لما انت بتبقى مميز في جهاز ممكن تستمر في العمر التدريبي بتاعك في الجمباز شويه. فيحيى من الناس اللي احنا بنجهزها ان شاء الله، الله اعلم يعني على مستوى كؤوس عالم على بطولات عالم، فان شاء الله باذن الله. طب هل يحيى مثلا ناخد، طبعا احنا عندنا مجموعه عندنا عربي وعندنا كتير ممكن يتاهلوا، بس ناخد يحيى مثلا كمثال، هل هو حاطط في حساباته او انتوا كجهاز فني حاطين له حساباته انه يتاهل لباريس 2024؟ لا الجايه هتبقى صعبه. عشان انت لازم تتجمع عدد بطولات عشان تتاهل. الوقت ضيق مش هنلحق. الوقت ضيق. فعدد البطولات دي على مدار عام في ناس سابقه بكتير من زمان. طب في ناس من عندنا من النادي بداوا يشتغلوا في القصه دي؟ احنا بنحاول مع الجيل الصغير وجيل يحيى والاولاد الصغيرين ان احنا نشوف اللعيبه المميزه على الاجهزه وحاطين عينينا عليهم عشان نبني لهم خطه من دلوقتي. بس 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 للمستقبل. ماشي انت كنادي ما يعني انت بتساعد، انما الاساس هو الاتحاد. هل الاتحاد يعني جاهز لعيبه؟ ما هم لازم الاتحاد. لا الاتحاد بص حضرتك، الاتحاد عامل مجهود رائع جدا ومبارك له مؤخرا على النتائج الحلوه بتاعت منتخب مصر في الفتره الاخيره. احنا زمان من زمان في مصر ما عندناش ثقافه لاعب الجهاز. الاتحاد مؤخرا بدا يلتفت بقاله فتره يعني كبيره، يبقى لاعب جهاز، في لاعب مميز على الجهاز وعنده القابليه حاليا، وفي نقاشاتي مع السيد رئيس لجنه فنيه محمد علي
بيحط لي تارجت معين، انت عايز مثلا الفاليو بتاعت يحيى تبقى مثلا 5.6 للجامب بتاعته، الفولت بتاعته على حصان القفز، فاحنا بنجهز عشان يبقى 5.6 او الفاليو بتبقى 6، حاجات كده ليها حسابات في التحكيميه فنيه. طيب فاحنا بنحاول نجهز للكلام ده، الاتحاد حاطط في حساباته، الاتحاد بينسق معاك؟ اه طبعا بينسق معاك، وجهاز فني في نادي الاهلي. احنا في حوارات بينا لما بيشوف لعيب، الاتحاد اي لاعب مميز بيشوفه بينسق مع الجهاز الفني بتاعه. طب مشاركه اللاعب في البطولات الدوليه عشان يتاهل منها للاولمبياد بتبقى من خلال النادي الاهلي ولا من خلال انضمامه للمنتخب؟ انضمام المنتخب. ومن هنا المنتخب بياخده بقى يبتدي يرعاه بقى الاتحاد عشان يوصله بالتنسيق مع النادي بتاعه. مع النادي يعني من تمرينه الاساسي بيكون في النادي، تمرينه الاساسي ممكن بالاتفاق مع الاتحاد يبقى في المنتخب يبقى في النادي بتاعه. نعم. طب يحيى، يمكن دي يعني بطوله الجمهوريه، انت ما شاء الله عندك 21 سنه، تصعدت انتوا على سن 20 بتطلع درجه اولى صح؟ 18. 18 شاركت في يعتبر في ثلاث بطولات ولا شاركت في بطولتين؟ ثلاث بطولات. دي اول ميداليه ليك؟ لا كنت برضو يعني انا السنه اللي فاتت كنت مصاب، ف طبعا لا السنه اللي فاتت شيلها خالص، اللي قبليها برضو كسبت اول حصان قفز الحمد لله. فعلا يعني ما شاء الله كان اول سنه ليك درجه اولى وخدت ذهب، الله اكبر ما شاء الله. والسنه اللي وراها اللي بعدك الاصابه. بعدين السنه دي، السنه دي رديت لمكانك الطبيعي الحمد لله. انت من اولاد النادي صح؟ بدات سن قد ايه؟ من وانا عندي 4 سنين يعني، مواليد 2002 بدات جمباز 2006. 4 سنين خبر ابيض. طيب مين اللي بدا، مين اول مدرب مرنك؟ اول مدرب مرني في المدارس خالص كان كابتن احمد رمضان. لسه موجود لغايه دلوقتي؟ بيدرب سن تحت 15 سنه اللي هم بقوا درجه ثانيه دلوقتي. ساب هو بقى المدارس ومسك فرقه. وبعدين في اول ده كان في المدارس، اول فرقه خالص كان دكتور كريم. دكتور كريم كان معاك يعني من اول فرقه خالص وانا عندي 6 سنين. يحيى قصه، لا يحيى قصه كبيره معاك يعني، انت جاي 6 سنين لغايه دلوقتي ما شاء الله 21 15 الله سنه. ابني يحيى ابني يعني، يعني في مقام ابني يعني قولا واحدا يعني. الله اكبر. يحيى من الاولاد اللي احنا كانوا مميزين جدا، هم صغيرين والهاديين جدا ومطيعين جدا واللي عنده الباشن والرغبه العاليه جدا على الاداء الشغل واضح. ما بيتكلمش كتير، بيشتغل. لا الله اكبر. يعني يعني احنا عندنا ميزه في الاولاد بتوعنا ودي بنزرعها فيهم، احنا مش بتوع كلام، احنا بنشتغل، احنا بتوع شغل، احنا عايزين نشتغل عشان ننجز. يعني انت ودي يحيى على ايدك. هو صغير خالص لغايه من 6 سنين. يحيى في 21 سنه في قصه طريفه كده ليا مع يحيى. كنا بنلعب بطوله في بورسعيد مرحلة تحت 8 سنين، البطولة دي كنا بنلعب بطولات القاهرة واحد والقاهرة اثنين، جمهورية واحد جمهورية اثنين، هي كان مسمى في الفترة دي كده يعني. حاجة كده. فواحدة منهم كانت في بورسعيد. حلو. ده كانت سنة 2009. يحيى كان ساعتها عنده 7 سنين ونص تحت 8 سنين. البطولة اتأخرت قوي لدرجة إن إحنا وصلنا لغاية الساعة 12 ونص بالليل في السارة. ما طبعا عملت يحيى قاعد على الأرض نام. حبيبي كان مفيش 7 8 سنين طفل. خلصنا البطوله دي يوميها الساعه 2 بالليل، دي كانت حاجه حادثه يعني حصلت اول مره واخر مره تحصل يعني. خلصنا البطوله الساعه 2، يحيى قبل ما يطلع الارض واقف عامل كده نايم. وانا هعمل ايه؟ يعني انا قلبي عليه يعني. طب عملت ايه؟ ولا حاجه، صحصحته وفوقته كده ويطلع حبيبي. لعب كويس؟ لعب كويس، لعب كويس. يحيى ما شاء الله. يعني انا يعني انت بتدرس ايه؟ انا في بزنس جامعه القاهره. ما شاء الله. يعني سنه ثالثه دلوقتي. سنه ثالثه. طيب ويعني يعني مش كل الشباب بيحبوا يعني ايه، الجمباز لعبه صعبه وممكن ياخدها ستيب عشان بعد كده بياخد فيزيكال حاجات كويسه جدا، يبقى عنده مرونه وحاجات وبعد كده يتوجه للعبه ثانيه. ايه اللي خلاك تستمر في الجمباز؟ ايه اللي انت شفته في الجمباز مناسب لشخصيتك؟ هو طبعا اول حاجه دعم اهلي ليا في ان انا اكمل فيها. يخليهم لك رب. وبعدين يعني هو طبعا في السن الصغير بيبقى الجمباز بالنسبه لنا احنا كاولاد صغيرين صعب. طبعا ده بالعياط تمرين رخم يعني بالنسبه لنا. طبعا. بس لما بنبتدي في المراحل اللي هو مثلا 11 سنه 12 سنه بنبتدي ساعتها ان احنا نحب التمرين. يعني احنا دلوقتي كل اللعيبه اللي في الدرجه الاولى وفي الدرجه الثانيه هم حابين التمرين وحابين ان هم يكونوا موجودين في الملعب. لان يعني هي الرياضه بتساعدنا في كل حاجه، بتساعدنا ان احنا ننظم وقتنا سواء مع الدراسه او في التمرين، بتساعدنا ان احنا نبني علاقات مع طبعاً اصحابنا والناس اللي حوالينا وحتى من بره الجمباز كمان. يعني احنا ملعب الجمباز في النادي الاهلي احنا نعرف الملعب كله، احنا نعرف النادي كله والنادي كله بيحبنا يعني. بتمرن في الجزيره ولا في الشيخ زايد؟ في الجزيره. طيب مين من اسرتك اللي وجهك اكتر للجمباز؟
كان والدك ولا والدتك؟ لا الاثنين. الاثنين كانوا مؤمنين. طب حد فيهم كان بيلعب جمباز؟ لا. غريبه قوي. انا قريبي كان بيلعب جمباز فهم حبوا ان انا اخش. يعني هم ما عشان كده بقى يبقى هم شافوا يعني حد من قرايبك كانوا بيلعب اللعبه فحبوها. بس هم ما كانوش رياضيين اصلا ولا كانوا رياضيين؟ لا والدي يعني كان بيلعب العاب قوه ساعات وكده بس مش بصفه دوريه يعني. بس ليه في الالعاب الفيزيكا؟ بيحب الرياضه وبيحب الرياضه جدا. فعشان كده كان. طب انت ليك اخوات؟ اخويا الصغير وكان برضو محقق معانا مركز اول السنه دي. كان في الفريق معانا. الاول سنه ليه درجه اولى. الله اكبر. كان بيلعب جهاز ايه؟ بيلعب 6 اجهزه. بيلعب 6 اجهزه. ما شاء الله. يعني هو كان معاكم في الفريق. هو دخل فردي على جهاز من الاجهزه ولا اكيد؟ هو السنه دي ما دخلش قوي بس لان بيجهز. السنه دي بالنسبه لمروان او بالنسبه لبعض الشباب كانت هي السنه اللي بعد الثانويه العامه على طول. فمحتاج لسه شغل بقى. فاحنا عملنا جزئيه كده مع بعض الشباب ان احنا نعمل جمل مش قويه بزياده بس ستيبل ما خسرش فيها درجات كتير ورؤيه تحكيميه شويه مع فنيه. ما خسرش فيها درجات كتير اعملها بنظافه بحيث ان انا تبقى في مصلحه الفريق. صح. فمروان لعب باقصى ما يستطيع لمصلحه الفريق وكان عنصر هام جدا. وكان عندنا لاعب تاني برده صغير لسه برده اول سنه يعني كان عندنا اتنين من الولاد كانوا لسه خارجين من سنة. مروان ومين بقى؟ مروان وعمر. مروان وعمر. عمر احمد. دول اول سنه ايه؟ اول سنه ليهم بعد يعني 19 سنه هم دلوقتي. بعد الثانويه العامه في اول سنه في الجامعه فكان الموضوع ده بالنسبه لنا صعب. عمر دخل في الفريق بعد ما عبد الرحمن رضا اللاعب الاساسي كان معانا في المنتخب. الدكتور كان عنده حاجه خفيفه كده ناتشه في الغضروف بتاعت الركبه. وكان بيلعب على رجله وكان ممكن يلعب. طب عملتوا ايه؟ هل لا ما خدنا قرار ما يلعبش. طب هل العمليه والدكتور الدكتور قال لو هتلعب هو في احتمال ان انت تتصاب. فاحنا هو الولد كان قلقان واحنا قلقنا بصراحه قلنا مش هيلعب. طب هيلجا عمل عمليه صغيره بنزار وخلصت دي. وخلصت والحمد لله يعني بيبدا يعمل التاهيل وبدا يستخدم رجليه تاني دلوقتي. بس اقول لحضرتك حاجه انا بحييكوا على القرار ده. بحييكوا على القرار. لا عشان غامر بلعيب بالظبط. والغضروف عامه مشكله الغضروف ايه؟ من حكم خبرتي كبيره بيعمل انستابيليتي في الركبه. بالظبط. المشكله مش الم، المشكله ان الركبه ما تبقاش ستيبل. احنا اتاخرنا في القرار ليه؟ لان هو كان بيقول لك انا مش حاسس بحاجه انا بلعب على رجلي. ما ايوه ما فيش الم. ما هو الغضروف مشكلته في كده الم وبسيط جدا. الله يبارك له. بس الدكتور بيبقى شايف ان يعني انا اعرف اصابات بعد الشر يا دكتور نتيجه انه اهمل في اصابه الغضروف وديته لاصابات وصلت احيانا لكسر الركبه. حضرتك قلت لا ما حصل. الله ينور عليكم. لا الحمد لله يعني سلامه اللعيب اهم 100 مره. عندنا دكتور محترم جدا دكتور احمد مسعد دكتورنا ودكتور منتخباته الوطنيه. راجل رائع. هو بالمناسبه اخوه عمر مسعد مصنف عالم سكواش. عارفه عمر؟ مسعد. دكتور احمد مسعد. دكتور ايوه عارفهم. دكتور بتاعنا هو صديق لكل الاولاد. دي ميزه برضه كله داخل على بعضه. صح صديق للاولاد فالتداول معاه في الكلام. دكتور احمد من الناس اللي بتخاف جدا على الاولاد. طبعا جدا. ما كانش هياخد القرار ده معاكوا الا كده. بس انا عايز يحيى يعني فرصه انت معايا. ايه طموحاتك؟ يعني انت ما شاء الله وصلت دلوقتي بقيت اللعيب رقم واحد في مصر على حصان القفص. ايه اللي انت عايزه بعد كده؟ ايه عايز توصل ليه؟ هو طبعا حلم اي لعيب ان هو يمثل منتخب بلده وان هو يلعب بطولات عالم وكاسات عالم. بس اكيد حلم اي رياضي بقى في العموم ان هو يكسب ميداليه اولمبيه. برافو. يعني دي الطموح لاي لاعب رياضي. شايف ده حلم بعيد المنال؟ لا ما فيش حاجه بعيده. يعني في ناس كتير قبلنا وصلوا عادي وهم يعني كانوا زينا. شايف الجمباز دلوقتي في مصر يساعدك؟ الجمباز على مدار السنين اللي فاتت تطور رهيب يعني بصراحه. شفت اتكلمت مع الخبير اللي النادي الاهلي وفره لكم؟ طبعا. شايف مستويات مصر ايه بعد سنه كامله اهو معانا؟ ده هو مستر ايجور على طول بيدعمنا اساسا وعايزنا عايز اللعيبه كلها تلعب في المنتخب وتلعب اولمبيات وتلعب بطولات عالم. شايف ان احنا الجمباز المصري يقدر؟ هو شايف هو جاي من اوكرانيا. ده هو ده مستر ايجور اصلا 3 مرات بالزبط. مع منتخب اوكرانيا فليه النظره طبعا في الموضوع ده وبيأيدنا كلنا ان هو ان احنا نقدر ان احنا نلعب اولمبيات عادي. يعني الخبير رايه ايه؟ رايه ان احنا نملك في مصر والنادي الاهلي القدرات ان احنا ناهل لعيب. قال لك ان عندك احسن خامات. طب ده حلو جدا. عندك احسن خامات، عندك خامات كويسه جدا. عايزين وقت بس وتغيير في الفكر بتاع اللعيبه عشان نبدا نشتغل. الفكر اللعيبه ولا فكر الاعداد للعيبه؟ فكر اللعيبه وفكر الكل. الفكر بفكر المنظومه بشكل عام. قال لي مفيش مشكله ان يبقى عندي لاعب بيلعب جهاز. بيلعب جهاز واحد. عندي انا ما عنديش مشكله ان يبقى في لاعب بيلعب جهاز. عندنا في لاعب في الصين الاسطوره بتاع الصين الموجود دلوقتي حاليا بيلعب جهاز حلق. ما بيلعبش غير حلق بس اداؤه غير طبيعي. ما حدش يكسبه. اسطوري. ما حدش يكسبه. ما حدش يكسبه. يعني لما يلعب في كاس عالم الناس تبقى عارفه ان ده هياخد الاول. اتخلق للعبه دي. هو اتخلق الحلق.
بيلعب على الحلق كده. بيلعب على الحلق زي ما يكون مش شايل جسمه يعني. هو شايل الحلق مش الحلق اللي شايل. هو طالع من القانون بالظبط يعني. هو بيعمل حركات زي القانون بالظبط. بيعمل حركات زي كما زي في الكتاب يعني. يعني ده على طول اي بطوله داخلها ده ذهب خلاص. شوف بقى البديل اللي بعد الاولمبياد كم سنه هو؟ صغير 21 سنه 21 ده الله اكبر. لسه دول بيبداوا بدري قوي. لا بيبداوا بدري قوي وما بيتعلموش. هم قاعدين لدي. لا هم قاعدين. طيب شايف برضو مع كلام مع مستر ايجور الخبير الاوكراني شايف ان احنا عندنا خامات كويسين. طب هل بدانا في اجراءات ان احنا نغير الفكر ده ونمشي في الطريق ده؟ في اجراءات بس احنا اللي زي ما حضرتك قلت وحضرتك المره اللي فاتت برضو الاجراءات بتاعتنا في الجمباز لتعديل اشياء في الاداء او تعديل فكر بعض اللاعبين بتاخد فتره طبعا. يعني مثلا تجهيز يحيى لان هو يكسب مثلا حصان قفز مثلا السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي قبليها المهاره اللي كان بيشتغل عليها دي كنا شغالين عليها بقالها سنه ونص. تاخد وقت مهاره تاخد وقت. طب جمب. ما احنا بنبتدي 4 سنين برضو يا دكتور. لا لما تخش في مراحل المهارات ذات الصعوبات العاليه او المهارات اللي هي فيها الليفل الوحش الليفل العالي ده لا ده جزء تاني. انا كل ده بعمل تاسيس للجزء البدني والجزء المهاري والجزء العقلي والجزء النفسي لكن ما بعد ذلك بياخد وقت كبير قوي. طبعا. بياخد وقت كبير قوي. مستر ايجور ده من احد الحاجات اللي هو بيعملها. نعم. وبيعمل حاجه جميله جدا ان هو بيحاول ينقل خبرته دي لمدربين قطاعات الناشئين عن طريق تطبيق بعض البرامج اللي بيديهم بعض البرامج ويتابع تطبيقها يا اما يتابع طريقه تطبيقهم للبرامج وبالتنسيق معايا كمدرب عام بنشوف طريقه تطبيق الشغل اللي محطوط للولاد الصغيرين ايه؟ الولاد المميزين فين؟ لا واضح ان حضراتكم استفدتوا جدا جدا من وجود خبير وكمان حضراتكم في الاصل كفاءات عاليه فبداوا وما عندكوش اي غضاضه ان انتوا تتعاملوا مع اي خبير جاي يضيف لينا حاجه وده ان دل فبيدل ان انتوا عايزين المصلحه. طبعا مش عايزين ابدا ان احنا نقول فلان او علان. احنا عايزين مصلحه النادي الاهلي وفي الطبع مصلحه الجمباز في مصر. بشكرك يا دكتور. المركز الثاني عندي خساره. انا عايز النادي الاهلي دايما يبقى الاول. نعم. احنا اتربينا على كده في النادي الاهلي. والولاد متربين على كده. احنا عايزين دايما نكسب وعايزين دايما ربنا يكرمنا. احنا مش بنقول داخلين نكسب بس احنا داخلين نحارب على المركز الاول. نحارب على المركز الاول وده هدفنا. ده احنا من اول الموسم بادئين احنا عايزين نجيب المركز الاول. صحيح. وفي حاجه كمان الولاد بيعملوها واحنا اتربينا عليها. احنا ما نبصش لحد. احنا نبص في ورقتنا نفسنا وشغلنا. احنا في ورقتنا. انا باصص في ورقتي ده كل شغلي. النادي الاهلي كله كده. واحد اشتغل بيركز مع نفسه ماليش دعوه بحد تاني بره بيعمل ايه. دكتور بامانه انا سعيد جدا بكلامك. وانا كمان الوقت مر سريعا. بشكرك نورتني وشرفتني. اتشرفت بسيادتك. مبروك. ولما بتيجي حقيقه بتدينا انطباع جيد عن الجمباز بصراحه. بارك الله فيك كابتن هيثم ومتشكر جدا على اللقاء الجميل ده مع حضرتك المره الثانيه. كابتن كريم عبد الرحمن مدرب العام بشكرك شكرا جزيلا. طبعا بطلنا الكبير كابتن يحيى عصام صاحب الميداليتين الذهب في الجمهوريه. بشكرك نورتني. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك جدا. مزيد التوفيق ان شاء الله ونتقابل تاني في بطولات كبيره باذن الله. ان شاء الله وانت محقق حلمك ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل. بعد الفاصل هينضم لنا الدكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز. هنتكلم بقى بنظره اشمل واعم للجمباز وكمان تخطيطه للفتره القادمه ولكن بعد الفاصل.